السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لما أجي أرسم ستيت بايب أهوت بالشكل دوت، هتلاقي خد لون معين. لو أنا غيرت المقاس دوت وخليته مثلا 4 وقلت له روتيت بايب وبدأت أرسم البايب، هتلاقي خدت لون مختلف. يبقى هو هنا بيلون على السايز بتاعي. أقول له روتيت وأقول له رقم 2 مثلا أهوت، وأروح أرسم بالشكل دوت، تمام؟ فتلاقي خد لون اخر. طيب التحكم في الالوان ده او الالوان دي بتيجي منين؟ تيجي ان انا هاجي هنا بروجكت سيت اب كده، كان انا بدخل على كونفيجريشن وادخل في البنات 3 دي دبليو جي سيتنج واقول لاير اند كلر سيتنج. الاقي هنا انا اقدر اختار سكيمز معين، اديله خصائص معينه. طيب اللاير ده تبقى معتمد على ايه؟ على اللاين نمبر تاج، وهنا ممكن تخليها بالديامتر او السبيكس او الستيتس او السيرفيس او اي حاجه من الحاجات ديت، تمام؟ زي ما انت عايز. طيب هنا تلاقي مثلا الاثنين باليلو، تقدر تيجي هنا وتخلي باي لون انت عايزه، تمام؟ الواحد مثلا بوايت، النص ببلو، وهكذا. تقدر تدوس على اي لون وتغير زي ما انت عايز. هقول له اوكي، وانا ممكن تقول له اساين لير باي اول سبورت اون وان لير، عايز على اللير واحده ولا يوز سيم لاير از بايبنج. اقول له اوكي، وبعد كده هقول له بايب روتيت بايب. ومثلا لو قلت له انا عايز ارسم مثلا نص، هتلاقي اللون بتاعه زي ما هو شفناه في الاوبشن بتاعه.